يلا نبدأ. نبدأ. مرحبا بكم، مرحبا كل ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. صراحة بلون الصيبة وعنده ماكلة باهية ونظيفة وبنينة، وجو من برشا بلدان والله بالذمة اللي هوني، وجو ياكلوا حاجة بنينة واللي يذوق يعاود يرجع. مرحبا بك، مرحبا بك تونيزيان ستريت فود، نورتونا. ساندويتش الكبدة فولي ومعاه اللفاحات نتاعو، فهمت كيفاه؟ ومعاه السوسالاي، ومعاه الفريت، ومعاه العظم، فما ساندويتش سكالوب، فما خليني سامبل ساندويتش معناه باللفاح نتاعو عربي، عبارة تكفي حاجة ديري عربي، كل شيء ديري، كل شيء في العربي، فهمت كيفاه؟ ديما اللفاح ما يغيبش على الماكلة، اللفاح سر سر الساندويتش والبنة في اللفاح، معناها فما فس في الماكلة، فما فس. هاي وثوم راهو ديري هذا مش كل حاضر، كل شيء ديري، كل شيء ديري، كل شيء فري، كل شيء في وقته، فماش حاجة بايتة، الحمد لله. هذاك الباس، سينو ما نجم نعمل شيء. سينو تيق في الحياة، كان مش الوالدة تيق في الحياة. الوالدة ربي فضلها، هي اللي خلتني ناجح في حياتي والفضل هي يرجع، فهمت كيفاش؟ حضر لي السلعة، تركح لي كل شيء، نظافة ما نحكيوش معناه في مور نظافة. نوصيه ونقول له امشي الرتم هذاك، وكاسكروتك ديما ما تطيحوش، وامشي ما يسيرش ينجح بسوا 7000 ولا 3000 ولا. راضي عليه؟ راضي عليه. راضي عليه. الحمد لله. ان شاء الله. والكونتيتي كيما ترى لنا كيما ليش يجي الكليون راه، فهمت؟ كيما معناها باش تلقى لهنا مش تقول يا هو خط مش تاع فيديو، لا كونتيتي هي بيد، واللي خفمتني ما يلقاش هكا ما ياخذ بلاش. الله يحفظك. هكا هو مش معناها نحن جوست نخدموا ببركة ربي والحمد لله. هاك العظيمة معسلة نقولوا لها، هذيك العظيمة معسلة تخرج. هي الماكلة احنا نسير كل نطيب وماكلة، ويقول لك التطيب نفس. انا ولدي ساعات يجيب ماكلة ابن من يطيبها انا. وساندويتش سبيسيال فيه كل شيء، فيه السكالوب والكبده والعظم. لي صوص عندنا صوص على سامبل على الاخر، صوص على وهريسه لا جبان لا حتى شيء. لا جبان مازلنا ما زلت لا ما نكذبش عليك، ماشي في ساندويتش سامبل. الساندويتش سامبل فيه سكالوب وفاوح وبنين، كي باش تاكل معناها ريتك كي تحكي سكالوب وفاوح ما كنتش تفهم، كي تاكل تحس روحك تاكل في حاجه.
شحال خرينا التوقيت بتاع الخدمة، التوقيت في تو مثلا في السيف. في السيف بحكم تسخن الدنيا، ما عندناش عباد تجي في زغوين في القايلة، فهمت كيفاه؟ معناها تولي الخدمة العشية. تولي كيما نقولوا من أبارتير من الستة حتى كشي العشية والسهرية وكل حتى كشي نص الليل ماضي ساعة، فهمت كيفاه؟ ومن بعد يرجع التوقيت العادي نتاع الشتاء. يجي شتان ولي كيما نقولوا من 10 نتاع الصباح حتى يكشي لل 8 لل 9 فهمت. وربيع عندنا سيزون ربيع مزيانه برشا في زغوان، يجيو العباد من البلايص الكل ويجيو الساندويتش، فما عباد يجي سبيسيالمون الساندويتش برونو. كيف ما عودتكم نرجعوا ريفيو صغير في اخر الفيديو نتاعنا ونعطيكم رايي فقط في الساندويتشات اللي نتاع الفيديو نتاعنا اليوم، اللي هي تاع خونا صالح برونو من رحبة مدينه زغوان وين نهج السيد علي عزوز. دونك خذينا دو ساندويتش، الساندويتش الاولاني كيف ما تشوفوا هذايا ساندويتش في عظمه من فوق سكالوب، وهذا ساندويتش بطبيعه الحال في عظمه ولكن بالكبده. نتصور انه البنه مش تختلف شويه من ناحيه نوعيه اللحم المستعمل فقط. بسم الله. اوه بنه يا جماعه، ريحه المطعم تاع الفيح اللي عنده ثوم خاصه. برا نشوف الكبده، هذاك السكالوب اللي تعدى. بسم الله. الحاجه في الحاجه الجريي المشويه على البلاك على الجريات عندها جو خاص بعيد على المقلي وبعيد على توسكي الزيوت اللي هي لربما تغير البنه نتاع المواد اللي موجوده كيك سوا الطماطم الفلفل البصل ولا حتى الفحات. صراحه انا عجبني برشا الساندويتش نتاعو اللي يعني جربته قبل وهني رجعت اليوم باش نخلي الاخر نزيد نثمن لكم الساندويتش هذا. السوم نتاعو كيف ما خلى لكم الاسوام، عندنا كبده 7000، سكالوب 7000، سبيسيال فيه كبده وسكالوب وعظم ب 10000 وكلهم بالفريت والعظم، فهمت كيفاه؟ سبيسيال معناها فيه الكبده والسكالوب زوز.